حسنا إذن، أرى أن العدوان الأزليان قد تحالفا ضدي. لم أكن أعرف أنكما تخافاني. اختصر يا علي شار، أين هو عمي؟ كل أهالي المنطقة يقولون إنك قتلته. إنه حيث دفنته إذن. علي شار، اسمع، ليس كل من حمل ختم السيادة أصبح سيدا. لا يهمني أنك زعيم راية. للمرة الأخيرة، أين السيد دوندار؟ إنه حيث دفنته يا عثمان. بالغاي، هل أنت الذي تكذب؟ أم هو؟ كونغار، ابحثوا في القصر. ماذا حدث؟ لما أنت قلق هكذا؟ ما الذي تخفيه؟ إن كان هناك من يجب أن يتوتر فهو أنت، ليس أنا. أنت تفتش قصر زعيم الراية الذي عينه جيخاتو، ألا تخاف أبدا؟ وأيضا مع متمرد قتل سيد قبيلة الكاي. سيد الكاي هو أبي، وأخي هو نائبه. المتمرد الحقيقي هو عمي الذي تخفيه في قصرك. هل تعرف ثمن هذا يا علي شار؟ أنا زعيم الراية. من أقول إنه السيد فهو السيد. سيدنا نختاره بأعرافنا وليس بأمر من الغريب، وأخي يستمد قوته من هذا. فممن تستمد قوتك يا علي شار؟ لقد قتلتم باتور، ومكان دوندار ليس معروفا، فعن أي أعراف تحدثني؟ لم نقتل باتور، ولم نغدر بعمي أبدا. الدلائل تشير لك يا علي شار، وعندما أكشف هذه اللعبة ستبحث عن جحر تختبئ به. إن كل ما حل بقبيلة الكاي الآن كان بسبب عدم التزامك لحدودك. نحن لم نسألك عن الحد والحدود يا علي شار. ستعود ألاعيبك عليك، وعندها سأقضي عليك.